كربيد. الكالسيوم كيف تحصل على مثلا واحد واحد واثنين واثنين رباعي برومو إيثان؟ كربيد الكالسيوم يا دكتور رمزه عامل ازاي؟ ادي كده، ده كربيد الكالسيوم بالشكل ده، حطينا عليه 2 جزيء من المية، هيروح مطلع الإيثان بالمنظر ده، تمام؟ زائد مين؟ زائد السي اي او اتش الكل باي 2. جبنا الإيثان يا دكتور، هو عايز ايه؟ قبل ما تروح تكمل تروح تشوف هو عايز ايه، هو عايز إيثان اهو، واحد وواحد واثنين واثنين برومو، يبقى هنا بي ار وهنا بي ار وهنا بي ار برضو وهنا بي ار. احنا رحنا عملنا ايه؟ رحنا كسرنا الروابط وحطينا بي ار. طب الراجل دون ممكن يحصل ازاي، او الحركة دي ممكن تحصل ازاي؟ ان احنا نضيف هنا مثلا بي ار 2، فهنكسر الرابطة الاولانية ونكون الكين، وهنا بي ار وهنا بي ار، والاتش زي ما هي، تمام؟ طيب الحركة اللي بعدها أو الخطوة اللي بعد كده، إن إحنا هنروح نعمل إيه؟ هنروح نجيب اللي إحنا جبناه دون اللي هو الألكين، نحط هنا مثلا بي آر، ونحط هنا مثلا بي آر، وهنا إتش وهنا إتش بالشكل دون، ونروح نحط عليها برضه بي آر 2، يروح مطلع مين؟ يروح مطلع الراجل ده. دي التحويلة الأولى.